عم عز الدين. عسلامة. عسلامة. شو حالك؟ سافا حضرة الكهرباء. حضرة الكهرباء. اسمع هنيني عاد نحبوا يربح كما كل مرة. كين عاد؟ ما هو شوية من الله شوية من عبد الله. أنت قل لي معناها سافا أمورها الكهرباء. لا خالق العادة. جينا بعد منوني روايح كل شيء. وعندي ثقة فيه شربة. ما تعرفوا هو مشكيك وأنكسيو ليامات راه ما نحكيلكش ما يرقدش. كي يجي هكا يهزلو المورال ويعطيك صحة. حاسي روايح خليك أنا. يعيشك. هاي بسلامة. يلعبوا باللاتاري تاعنا حتى كي كنا نلعبوا كنا نلعبوا بالكرتوش الحل جاي معايا جنب امشي رجب امشي امشي فرا فرا جنب بعد يا عمار مر التلفزيون خلاص قدامي بعد يا ولعوالي يا ولعوالي بربي يفرجاني كنا هكا احنا ما كناش هكا قبل عود البوليسيه كان كتشوف بوليس تراش كله تجبيك وقفت يا رجب يا حانوت كافتيج يا عثنيه خلينا نعمل تحريش حتى في الفيرتويال جيعانه كي العربي ساحل الله يرحمه كان حومة كاملة في يده هو وحده يدخل الحومة الناس كل ترى يا نعرف الحومة ليش وش السندن جراوند ستريت بركوني فيه أمينة من الأكسيدون امبوسيبل أمينة والله شكون أمين شامبيون دو تونيزي متاع الكراب تخبط بيه الكراب في البيست هو وهو طاف في الكلينيك من ناحية موت هلا 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 تبكيش ايه هو لباس مش لباس عمشيت في الكلينيك ومن ناحية موت
كيفاش عملوا الاكسيدون؟ باش تخربت بيه الكهرباء في الكورس، وانا حاسه فما حاجه مش نورمال. اش معناها مش نورمال؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. اش بيكم؟ لاباس؟ امين نتاع الكهرباء هذاك اللي يعمل كورس والدنيا صاحبنا بالكدا وعزيز برشا على هيفا من الاكسيدون، وهيفا الشاكه اللي معناها ظهر لي فما إنا في الحكايه، وماذا بينا نوقف عليها نحن الحكايه دي. ماهيش من اختصاصنا هذه، من اختصاص شرطه المرور. اش معناها؟ معناها ماهيش كريمينال، ان اكسيدون هذا حادث. اون بلوس عندنا كونغري اليوم. كونغري؟ كنا نحضروا فيه كونغري جاي فيه السيد الوزير. اليوم فانا وقت سي عمود. مع ماضي ثلاثه باش نحضروا الناس الكل. كونغري بتاع شنو سي عمود؟ استراتيجيات مقاومه الارهاب بين الماضي والمستقبل، حاجه مهمه برشا. هذوما استدعواتكم. تعال شو بتاعك. رشيد الرماح، رشيد الرماح. انا يلزمني نمشي سي حمود. داكور، تبدلوا حوايجكم الناس الكل ونتقابلوا غادي قبل المصرف. الله يبارك سي حمود، الله يبارك. نمشي نحضر روحي نمشي انا. شكون جاي للمؤتمر؟ شبيكم تغزروا لي المؤتمر هام هذا داخل في خدمتنا راه. شناهي يا عم رشيد ماشي المؤتمر وتخلي هايفا وحدها؟ جود فريند اوف هير ايز اوف ذا ايز عمل اكسيدون وانت ما على بالكش. تشبيك يا عمار؟ يا اخي شبيني مانيش حاسس عليه انا الطفل، اما الاخر نخصموا بعضنا. شيء يمشي مع هايفا وشيء يمشي للمؤتمر. شيء يمشي للمؤتمر. قول لي هايفا على كل حال ان شاء الله لاباس صاحبك. ان شاء الله. وقل لي تحب نتعدى لك نزق معايا المؤتمر الاخر بدل الجو؟ لا يا عم رشيد مانيش باش نمشي للمؤتمر، لازم نرجع من صار الاكسيدون. بقى شي خيط هكا ولا هنديس. هاي باي باي. تحق حاجه هايفا انا معك. تو هكا عم رشيد ما نوقفوش معاها زميلتنا، ربي يهديك. برا ترقى برا. شو مدخل الترقي في الحكايه؟ تشاو فكيتش مع السينما اللي عامله انت. عم رشيد يا اخي في المؤتمر فما جو بوفيه. بوفيه؟ بوفيه ياك اللي يجيبوا فيه الماكله والباتيه والبيتي فور وكل بيتزا صغيره والجو الوان. شو المؤتمر خير وكا. ما هوش اكسيدون. نورمالمون موش اكسيدون. ولدي امين انا لونترنور نتاعو، عندي 10 سنين راني فيه. اول مره صار فصل اثنين. اللهم ما لقاش الفران. ما لقاش الفران. ضرب لي فران. هايفا من الفرقه مختصه بوليس. عز الدين. تشرف. بيك اكثر. فما شكون صور الكورس؟ عندي ولدي عنده كاميرا صغيره، تحب نشوفه لك شوفه. ماذا بيا كان ياخذ لي زيماج. عندكم في الكراج نتاعكم كاميرا سورفيونس؟ نورمالمون عندي. نمشي معاك نسال. هاي عايشك. يعطيك الصحة. قدم شوية. واتسل. لا 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 هذه فيديو نتاع الكورس تاع الكراج. امشي امشي برا. لا 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 حط وقت الاكسيدون. اوكي. حي هذا قعد؟ نزل حي ماني قلت لك في الكوما. هذا شامبيون تونيزي؟ فما واحد يعمل اكسيدون كيك حتى فرا ما شدوش؟ امين المسعدي، دو فوا شامبيون تونيزي، سانك فوا شامبيون دافريك، اختصاص نتاعو هو دريفت اللي كورس شغبان. شوف سيف، حسب قرايتي في امريكا الحكايه تشيكلي تشيكلان. الشامبيون كيف النكايه يعمل اكسيدون ميم با شاد فرا. ما فهم فما تزريف سواتش سواتش نتاع العجالي. كان تلقى لي التسجيلات قبل الكورس، الحكايه كلها صارت قبل between in the first in the bit in us in the course so 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 style. عندنا الانغوجيسترومون تاع الكراج. جونستريمونتمون. اوكي توت سويت. امشي لي نهار الكورس ها؟ اوكي. ثلاثة أربع سوايع before in between the us the course. ولا هاي الكهرباء نتاع مين؟ استنى استنى زوميني على هذايا فما واحد داخل الكراج. شبيها بطلت الكهرباء. اللوجو نتاعو مش نفس اللوجو نتاع ليكيب تاع امين. عمرو عم بوز هنا بوز ما يكون كان هو تكليف زدام شي حمود اجي دور لها دور لها ما زلتوا هوني ما مشيتوش الكونكري عمر شد صباح وانا خاطرنا لي انا حاضر به نزلوا روحكم ما عادش وقت تلقانا غادي سي حمود ان شاء الله اوكي اوكي سيف امبريمي لي التصويره هذه اوكي تسويت وابعث لنا ليدونتيتي نتاعو على تشيز كيك تسجل الادريس تشيز كيك رجب باني باش نجيب لك واحد تبحث
عمار في ثنيتك جيب لنا حاجه تتك. جيب لك عجله طن فروماج. لا جيب لي وحيده تبليس 4 سيزون. باه. واتس لا لا لا. سلام. سلام. تخدموني انت؟ اي. هايف. لوجو هذا تبعكم؟ اي. ثبت مليح. تبعنا. The next. وهذا تعرفه؟ نعرفه. يخدم معكم؟ يخدم لهنا. شو اسمه؟ سامي بن يوسف. سامي بن يوسف. وينه؟ اتحرك. شكرا للجميع على الحضور. وخص بالذكر أهل الاختصاص من المسؤولين الساهرين على هذا القطاع. في هذه الفترة الحساسة والدقيقة التي نعيشها الآن والتي تطلب منا الكثير. لها يحوم حول بلادنا والمنطقة بصفة عامة مخاطر جمة. وهي في هذه عنده الحق. يا سيف راهو يجري في الأربع مية راس حاطه في الموتور بتاع الكهرباء يا سيف. شد ظهر لي حط فيها الهريسة ظهر لي سون بلون في الهريسة صاي مرة في ستة بيان إن ظاهرة الهرياب تهم مجتمعنا ككل ومستقبل أجيالنا لذا يا أخي لوزية مش بيجي كل من يعرف يا هرب بكرة هرب بكرة بيديك فوق هرب بكرة بيجي من هنا بيجي من هنا بيجي من هنا متخفش هرب زعل سخيك شكله شدّه هرب على الكرش هرب على الكرش شحط فيها هالكرم هريسة شحط فيها الموتور تجري في 4000 نقول لك كيف فيك حاكم نكلم فيك كلمتك في جهاز كلمت ساتيليت كلم لك القاع مش كلم لك القاع عمر جيت تسمع فيا كلمت القاع مزمر عليك هات معي في الكرم اقف go fast go slow don't go fast go fast go slow don't go furious Go fast, go fast, go fast, خروح فيل في أمريكا, sit down. كل مالي, ما تسوقش أنت, يا. هاي هابش ندوخك بالسوقان منه, شد سلاحك اي. أشكركم جميعا على الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي حمود هي هي ولوزين ما جاش. والله ماني عارف حتى ليش جينا جملة ممكن عنده مهمة ولا حاجة ولا هيا شو يخدم على الروح تزقزق ما بين الكراهب لعب هنا سبيد على مزفت عمار سبيد راهو يجيبك يجيبك ما عملت شيء ما عملت شيء في بالك أنا مخلي صحفة البليبي بالترشي ناكلك أنا توا ناكلك يتكلم حل فمك باهي باهي تو نتكلم هايف بكر شاب يعصر فيه اوكي تن عندك رجال ونخفوا معك اوكي في وقت الزيت وفين بدلت حوايجكم جاني البارح واحد عملنا قصه عملنا قصه على البي جي اكس بي 1 وقال لي تسكر فمك يا ودي سكر رجوليه تعرف شنو سي حموده عجبنا برشا الكونغري شفتوا الوزير وقت تكلم الجمل اللي قال كلام مسنا برشا برشا انا كامني مسيته معناها مش مسيت بركة احساس من داخل تعرف شنو سي عموده الوزير ما جاش راه اي ليش هاي لوزن الرئيس الرئيس سان فابا مدير عام مدير عام مدير مدير عام مدير العام وسمعته قالوا باش يردوه عامين سنين ان شاء الله بقدرة ربي سان فابا انت سان فابا دي تو شبيه السالة انتيروغاتوار تشعر
هاي سي بون انت نفس سكر سي حمود. خلي تنسكر هنا سي حمود. يا سي حمود اعمل حاجه اعمل حاجه سي حمود. هيفا يا هيفا شبيه بنتي هيفا مونا بيز شنية يا هيفا يا هيفا شدوا تنسيون ولا بوكيسي 5 سنين سكوريز ما نراه هيفا عايش بنتي قول عمك رشيد انا عمك رشيد هيفا ليش نوى ليش بك تعيط جهة رأي ذي ما يجبس الكلينيك كل سويت الكلينيك كل سويت اسمع يا ودي يا ديش هودي تشتحها اجل الكلينيك كل سويت اسمعي سحمودة سويتها يا ديش هودي تشتحها يا حمشين رزين علي ايجا بيه يا عمار بيه يا حمشي يا حول ولا قوه والله العظيم انت وجب الضباط حما شي يبني يا عمشي هنا نحب نفهم من قبيل اللي هيفا داخت بالعاني باش نتلفوا وهو تخمر داخت بالعاني هيا قرني يا عمك رشيد يا اخي ما يهمش شعلا بركرش لقبينا عارفك حمود عملت له هكا شيء هذيك اللي هكا عملت هيلو شيء هيا بس تكلم انت ولا تكلم يا ودي تكلم حل فمك يا رجب كيفاش حل فمه ناحي يدك انت هاي سمحت إيتو نتكلم ولا نسكت اسمع انت ما تهبنيش ايش نقولك لعبها سوفاس سرفرز وضربك ونفخ بدنك في بالنا بيه هذا بروتيين ها والسندي با في بالك معلم انت القضيه نتاعك بليده ياسر باش تمشي فلاي اند سكاي اوك اند غراب رجب وات از لوف سكر واضح في الطريق العام السياسه حدود خلصه البيع الخمر خلصه زيد تامر على امن الدوله اغتصاب فتاه قاسم بي بي سيمون تنقول لكم كل شيء اسمه محمد الخياري يخدم في الاسورونس ايش بيه جاني ليلة قبل الكورس اعطاني 10 ملايين قال لي نترفق فرانات امين كي تم العمليه اعطيني الدوبل ومن وقتها وانا نطلب فيه جاب فيه امراه واش قتلك لا يمكن الحصول على مخاطبكم الرجاء الاتصال لاحقا عرف هذيا هات النمر والتليفون اللي فيه النمر باي رجب تبعني معاش بكري برقاوي صوروا مع المرأة اللي قتلوا اتصال لاحقا تشكيش من حاجة وقبل لا محسوب كي بنتي 5 سنين كاملين ولا نقطر فيها بعناية فايقة من سي حمودة عنده شي مرض ولا حاجة قبل؟ لا في صحة جيدة هذيك من أحسن العناصر اللي عندنا زي ما نعملوا التحاليل تفضلوا معنا هايفا وي سيف ها سي بون وين وصلتو تي ليش يمك فيا انا تنصر عندكم مدرسة باهي بعثيلي باغ ميساج اي توت سويت ظاهر فيكم ديكتو عليها برشا رشيد فيش سي حمود في الخدمة فيش سي حمود انت تعرف هذا اكبر ناس تعرف تعبين نازل سي حمود لو تعبين نقص متصور انت سي حمود راهو اليوم هي هكاك غدوه لازم يكون عمار بعد غدوه رجب شبيك وانت انا سي حمود انا
أنا فات فيا الفوت يا غالب، وأنا مكتعرف وخير بكري. ها نسيت. أي قل لي سي حمود، فيما غص طويك الاجتماع هذا المؤتمر اللي كنا فيه، أنا رأيي بعد التوصيات بتاع المؤتمر هذا، واحد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إذا فما تقارب بين المصالح كفكرة مستقبلية وكفكرة يعني نجم نقوم بها في خضم المعركة هذه، وكان جيك للبيرو أنا مثلا ونعمل أنا وياك خليت أزمة كي فهمتني، والملف أنا عندي هو لا للصلاة العليا. يرشيد يرشيد شبيك يرشيد، تو احنا ماشيين للاجتماع على خاطر الاجتماع، كيما أنا ماشيين لوجه الوزير. مفضلك مفضلك سي حمودة، نقولوا سيد الوزير. هاي سيد الوزير شكون علمها لك هذه؟ أنت. تاكسي. عسلامة بنتي. عسلامة أخوي. تفضل بنتي. سامحني 26 شارع لندرا يا عايشك. الله يبارك. قل لي بلي طب شنو نقدر نصطادوا فيه من بلاصه لبلاصه الوزير؟ قلنا فهمي سي حمود نمشيو للدار. فكره اسمعني، هاي نمشيو نطلعوا على هيفا. اي برا برا حاجة بالله تنجم تزب شوية؟ دبر على روحك يا بنيتي، تبني الخارف والحاكم يفك لي البرمي متاعي؟ لا يا بنتي يديك رزيقي ورزق وليداتي. خويا حاكم معاك قلت لي من الاول عاد فلازم نزرب. هو هيفا تخطفت عم رشيد، ظهر لي هيفا تخطفت. خطفت؟ ما تتمجعش عليها، تعال تصرف عم رشيد. هيفا لبيس؟ يعطيك الصحة يا معلم في القيادة المؤخرية اللي عملتها، تعدى تعدى. يا واسر ربي يعينك واسر. صفا صفا يا رجب. فيخ فيخ. شممها تلكي والكي. سي بون. خذ مفسي. أنا شكون أنا؟ لا فيو عم رشيد. مش عم رشيد، عمار. عمار وذا شكون؟ فيق 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 عنا خضرة. هيا برا قدم عمار برا. وين تو تهو ما ماتش؟ اش تحبني نقول لك؟ راجل عام ونص نجيلي وراه ركح فيه باش يصحح لي الكونترا نتاع لاسيغونس في. ما صحو كان مقريب روحي انا باش تطلع. وزيد بعد ما رجلت كل شيء وجي بريباري التيران بعث له شكون في بالك انت؟ الكرهبة تقلبت مرتين. هو راجل خرج لباس في سبع رواح هذي. توا قل لي شو عملنا توا في حكاية الفلوس؟ نجمو نعملو شيء، ما يسيبونا الفلوس كان مضمون وفاة. هكا استربي انتي تخدم في الاسيغانس، تصرف القى حل. كيفاش باش نتصرف؟ ما هو ترفك الاوراق كيما انا ترفكت الفرانات، كل واحد يتحمل مسؤوليته. ما نجمش نترفك. جامش كيفاش صنف شكون تكت الباب وتقول لي يس يلا ازديك فوق ازديك ازديك ساري هكا الحكايه. حتى انا مليرتك في الكلينيك ما ارتحت لكش. عمار مرتو هذه مرتو وهذا لاسفيرور نتاعو. مرحبا بيك مدام. يعيشك اش تعمل هوني انت؟ مره بحذا راجلي ومره هوني في الدار من الباس. هاي تنجم تقول مره بحذا صاحبك ومره بحذا راجلك.
في بالك هذه تسمى خيانة زوجية؟ هاي ازدك فوق ازدك فوق هاي يا مدام تفضل معنا. علاش فما؟ والله ما نعرف انا هذه المكدة جاني يخدموا فيها في النوار انا قالوا لي اهبط اهبط طون بليز راني بديت نفد على اعصابي مانيش قاعد نخرس. شلون شعرك انت حقا؟ هاك تغزر حلو ياسر عايشك بارك الله عليك ميرسي وانت تبارك الله عليك زيد عايشك هيا تفضلوا معنا. علاش فما؟ تفضلوا تنقولوا لكم تعرفوا غادي تفضلوا تفضلوا تفضل مدام هسا كشك معاك هسا كشك معاك بالسلسلة ذيك بالسلسلة شلونه؟ غري شاربون الأخرى مارون بالسلسلة وادي غري أما يعظ خير شوية؟ الحمد لله نعملها بسيف نعرفوا بعضنا؟ أنا نعرفك هدي تعمل كورس وأنا مغرومة بالكورس أما ما نعرفوش بعضنا هو بفغي Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing bassline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real, all in between. Oh yeah, this is stadium music, 50,000 at a time. Let's get right. Get real, all intertwined. This is stadium music, 50,000 jumping at a time. Let's get right. People don't want to think no more, they just want to feel.